احنا توقفنا هنا المحاضرة الماضية Managing Context in RNN باستخدام الـ LSTM والـ GRU. طيب الفكرة في الموضوع هنا انه بشكل عملي يعني من الصعب انه احنا نعمل ترين للـ RNN يعني من اجل بعض المهام اللي تتطلب النتورك انه هي تستخدم information distant from the current point processing. شو معنات هذا الكلام؟ معنات هذا الكلام انه احنا فعليا انه انا عندي هاي الويندو زي هيك، تمام؟ اوكي، ممكن انه نعمل prediction للنكست وورد بناء على معلومة موجودة انا عندي من الـ previous state، تمام؟ ممكن تكون انا عندي تنتين او ثلاثة، لكن لما المعلومة انه هي تكون distant يعني بعيدة من الـ current point of processing، هذه بتشكل صعوبة بالنسبة لإلي، تمام؟ فخليني اعلم لك هذا النص لانه مهم جدا. اوكي، despite having access to entire preceding sequence، زي ما انا حكيت لك انه السيكونس السابق انه موجود انا عندي، تمام؟ in the information encoded in the hidden states tends to be fairly local. هذه بتضلها local، يعني هذه الانفورميشن بتضلها نوعا ما انه هي local. احنا ايش بدنا؟ بدنا انه يكون انا عندي السياق ابعد من ذلك. خلقيت عوجي لك اياه بمثال، تمام؟ اوكي، more relevant to the most recent part of the sequence text and recent decision. It's often the case, however, that distant information is crucial. يعني في الغالب عادة إنه distant أو المعلومات البعيدة إنه بتكون مطلوبة في العديد من اللغات، تمام؟ وعشان نشوف هذا الكلام خلينا نشوف هذا المثال. إيش هو المثال؟ اقرأ معايا. إنه the flights the airline was cancelling were full. شو ترجمة هذا النص؟ يا شباب، يعني إذا كان إذا في عندك رحلة طيران محجوزة يعني بدك تحجز رحلة طيران وأساسا هو ليش أنت الرحلة محجوزة بتحكي كم؟ إذا؟ ليش بتحكي إذا؟ الجملة اللي قبالك ترجمها وين؟ ما فيش إذا كان، يعني الجملة اللي قبالك ترجمها رحلة بالضبط. رحلة رحلة الطيران بتتكنسل إذا 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 بتتكنسل اتكنسلت لم أو مش كيف بدي أوصلك؟ لما كانت ال يعني ال الاير الاير كان يعني الكيو مليء فول يعني مليان. ايش رايكم يا شباب؟ في حدا تاني ممكن هي تقريبا دكتور زي الحجز، خلص الحجز طالما يعني وصلنا احنا للحد المسموح فيها. يعني لو افترضنا انه الرحله مثلا بدها 100 راكب، ال 100 راكب يعني حجزوا لها، خلص خلصنا يعني كنسلنا الحجز، فخلص يعني الرحله يعني صارت جاهزه ممكن للانطلاق. يعني هي الفكره تقريبا. طيب حدا ثالث حاول يا بشار ولا تيأس، ابحث عن أمك. رحلة الطيران the flights. طب أقرأ لك إياها، يمكن القراءة إنه أنت يعني تجيب معك. The flights the airline was cancelling were full. يمكن الانتونيشن يساعدك في الترجمة. هيك صارت كم جملة؟ ثلاث جمل.
ليش كان جملة واحدة ذا فلايتس، أنا هيني بقرأ الكلمات ما زودتش ولا شيء من عندي. ذا فلايتس ذا ايرلاين واز كانسلينج وير فول. طيب اوكي، احنا اصلا انا بقول يا شباب في حدا رابع، طيب انه شو اسمه ما فيش حدا، احنا فعليا عندنا 3 حاضرين المحاضرة، عبد الله وانس ومهدي. مهدي سامعني؟ معك دكتور، سامعك صحيح. طيب ادينا ترجمة يا راجل، اسعفنا. انا والله بس عشان كنت قاعد بعمل هالشغلة بس ومعاكم، يعني بس انا اشوف فلقيته. ايوه شوف. طيب يعني الدكتور، طب ممكن تيجي معناها انه يعني الرحلة اللي بتم الغائها يعني مليانة، يعني الرحلة اللي واز كانسل تم الغائها مليانة. لا يا مهدي، احنا بنستنى فيك يا مهدي. طيب هي فعليا الرحلات اللي الخطوط الجوية ألغتها كانت مليانة. وضحت؟ تمام، وضحت. الرحلات flights رحلات، ده airline اللي شركة الطيران، airline شركة طيران was صحيح. canceling، تمام، اللي كانت انه هي بتلغيها كانت مليانة. طيب الآن نيجي للواز. الواز انه انا في عندي high probability انه الكلمة اللي بعديها الايرلاين انه هي تكون يعني singular agreement. انت بتعرف الـ agreement انه انت عندك هنا الايرلاين وهنا واز، انه هذول الاثنين ما دام هذه مفرد وهذه مفرد، عفوا ما دام انه هذه مفرد كذلك الفيرب تو بي لازم يكون انه مفرد، تمام، لانه الواز هذه تعود على مين؟ على الايرلاين. ذا فلايتس ذا ايرلاين واز كانسلينج، مين اللي كان بيعمل كانسلينج؟ الايرلاين، فبالتالي الواز هاي تعود على الايرلاين، تمام، وهذه انه هي صحيحه، والبروبابيلتي انه احنا نعملها بريدكشن سهله وقويه، يعني ممكن انه احنا نجيبها بهاي بروبابيلتي، ما في مشاكل. ولكن انا عندي كلمه وير، هذه على مين تعود؟ مين يحكي لي على مين تعود؟ على فلايت، ذا فلايت، على الفلايت. الله ينور عليك، شايف قديش بعيدة، وشايف انه لازم يكون في عندي اجريمنت بين الوير والفلايتس. فلايتس رحلات، والايرلاين مفرد شركة طيران. شركة الطيران في عندها عدة رحلات، الرحلات اللي كانت شركة الطيران بتلغيها كانت هنا لازم تكون برولر، لأنه لازم يكون في agreement بينها وبين الفلايتس، لأنه هي جمع، تمام؟ فبالتالي إنه المسافة، لاحظ أنت عندك هي 1 2 3 4 5، أنت عندك يعني حوالي، يعني the prediction إنه أنت تعمل إنه prediction لهاي إنه تكون وير صعبة شوي، تمام؟ فبالتالي إنه أنت إنه تجيب the probability تبعت إنه تعمل prediction للكلمة وير، it's quite difficult،
تمام؟ ليس فقط لأنه الكلمة الجامعة flights إنه هي quite distant إنه بعيدة, but also because the intervening context involves singular constitutions. لأنه النص أو الكونتكست اللي داخل أنا عندي تمام بيحتوي على شغلات مفردة, فبالتالي يعني أنا عندي هنا هذا السياق سياق مفرد تمام, فبالتالي الوير هذه أول صعوبة إنه هي بعيدة, ثاني صعوبة إنه صعب إنه إحنا نعملها بريدكشن إنه هي وير لأنه السياق الحالي سياق مفرد, فبالتالي صعب جدا إنه إحنا نعملها بريدكشن إنه as where إنه as singular تمام. فبالتالي النتورك لازم تكون قادرة إنه هي إنه تجيب distant information عن إنه الفلايتس هذه برولر جمع تمام, أو بمعنى آخر إنه هي ريتين لازم تحتفظ فيها لغاية إنه لما يتم الاحتياج لإلها أو لغاية لما إنه إحنا نحتاجها. أوكي وضحت الفكرة هنا إنه أنا بحتاج عشان هيك بيجي أنا عندي سياق اللونج والشورت تيرم ميموري. اللونج تيرم ميموري إنه شغلات أنت لازم تحتفظ فيها على المدى البعيد نوعا ما لأنه أنت حتحتاجها بعد شوية تمام, وفي شغلات إنه على الشورت تيرم إنه أنت فقط بتحتفظها في هذا السياق تمام, إذا انتقلت سياق تاني ما في داعي إنه أنت تحتفظ بالمعلومات هذه, هو لازم يتعلم هذا الكلام. أوكي طيب, one reason to inhibit the of RNN to carry forward critical information is that the hidden layers. تمام؟ لأنه ال hidden layer إنه مطلوب منها إنه هي تعمل perform the two tasks بشكل متزامن. إيش هي؟ Provide information useful for the current decision and update and carrying forward information required to future decision. مطلوب منها شغلتين. فبالتالي أنا على إيش بدي أركز؟ بدي أركز على هذه ولا بدي أركز على هذه؟ إيش أسوي؟ تمام؟ يبقى هذه هي الصعوبة الأولى في الRNN العادية, إنه مطلوب من الهيدن ستيت أو الهيدن لايرز إنه هي تسوي شغلتين, إنه تشتغل شغلتين بشكل متزامن, إنه تعطي معلومات عن الكرنت ديسيجن بالإضافة إنه تعمل أبديت للفيوتشر إنفورميشن وتخليها للفيوتشر ديسيجن. أوكي A second difficulty with the training sequential recurrent neural network arises from the need to back propagate the error signal back through time. طبعا هذه هي المشكلة الثانية, انه انا محتاج في الباك propagation انه انا ابعت الايرور سيجنال. طبعا اذا بتتذكروا من سيكشن 9.1.2 انه الهيدن layer في time t contributes to the loss في next time step تمام. okay تمام, فمطلوب منه انه هو يركز على يعني الهيدن لاير بيساهم او في له يعني كونتريبيوشن او في له يعني انبوت مدخل على اللوس تبع النيكست تايم ستيب تمام.
فبالتالي بياخذ جزء من هذه الكالكوليشن. نتيجه لذلك خلال الباكورد باس تبعت التريننج الهيدن لاير سبجكت تو ريبيتد مالتيبليكيشن، تخضع لعده عمليات ضرب as determined by the length of sequence، وهذه عدة عمليات الضرب بتكون حسب طول السيكونس. نتيجة تتابعية لهذا الكلام انه الجريدينتس في النهاية بتم تصفيرها، وهذه بنسميها البروبلم اللي هي الفانشينج جريدينت بروبلم. طبعا انا يعني اكاد اجزم انه ما حدش فاهم ولا حاجه من هذا الكلام، صح؟ نوعا ما يعني تقريبا واضحه الفكره. اللي هي مثلا زي على سبيل المثال لو بدنا مثلا لو تضرب اكزامبل في الكوفيرنس ريزوليوشن، إنه مثلاً الضمير يعود إلى من؟ هذا زي ما نطوقه بالآراء الآن على سبيل المثال. لا أنا بحكي في البوينت هذه، إن البوينت اللي فوق أوكي تمام، إنه أنا بتصور إنه هي تجاوزناها، لكن أنا بحكي في البوينت هاي إنه يعني إيش هي السكند ديفيكالتي. السكند ديفيكالتي تبع الريكارنسي، إحنا قاعدين بنروج إنه والله الريكارنسي أو الريكارنت نيورال نتورك إنه حاجة عظيمة وإنه هي ممتازة وبتديني أداء كتير ممتاز، لكن جينا وقعنا في هذه المشكلة اللي اسمها الفانيشينج جريديانتس. ما هي الفانيشينج جريديانت؟ إنه دكتور اللوس اللي بصير في الستيب السابقة حيأثر على الستيب اللاحقة، يعني فكل ما يزيد في عنا إيرور في النهاية يعني حيتضاعف الايرور مع التقدم يعني في عمليه الجيت بسبب الريكرنسي. انه انا عندي هاي الاكس تمام وهاي الهيدن ستيت وهاي الواي، خلينا نمثلها ببساطه زي هيك، يعني هاي كرسمه هنا بديش ارجع. تمام انا عندي الاكس بتودي للاتش والاتش بتودي ل الواي والاتش ترجع بترجع لي كمان مره هنا. هجيت هذا هو الريكارنسي تمام. هجيت هذا الريكارنسي بيؤدي لحاجة اسمها repeated multiplication تمام، repeated multiplication للويت. ليش؟ لأنه الآن أنت عملت present للإنبوت هذا، لنفترض أنت حطيت مثلا point 3 تمام، فالآن أنه جيت حسبت وحسبت الأوتبوت تبع الأتش، الاوتبوت تبع الاتش هيروح للواي وفي نفس الوقت رجعت مره ثانيه دخل للاتش نفسها. دخل للاتش نفسها معنى ذلك انه بدي ارجع اعيد الحسبه الثانيه، برجع بعيد الحسبه الثانيه تمام وبطلع اوتبوت جديد. الاوتبوت الجديد رجع دخل ثاني، ما دام انا في عندي مدخل جديد برضو بدي ارجع اعيد الحسبه. الريكرنسي هذا بيؤدي ل ريبيتد مالتيبليكيشن، والريبيتد مالتيبليكيشن في اللوس انا عندي بيؤدي انه الجريدينتس في النهايه انه هي تتصفر. تخيل حالك انه انت قاعد بتضرب ارقام تمام عشريه، 0.3 ضرب 0.6، ايش الناتج؟ كيف بنعمل عمليه الضرب هذه؟ هاي شباب بوينت 3 في بوينت 6 كيف نحسبها؟ هذه صفر نقطة بعدين 18 من 100 تقريبا، 18 من 100 صحيح يعني بوينت 3 نعم. اوكي اجيت هذا الرقم اقل من هدول الرقمين، هل بدي اصل له؟ ضلك تضرب فراكشنز مع بعض بيطلع معك رقم اصغر،
طب تعال هذا اضربه في رقم ثاني برضه هيطلع معك رقم اصغر، في الآخر بضله هيقرب مع يصغر الصفر، يصغر يصغر الرقم لغايه لما يتصفر في النهايه. صفر فجت تقريبا صفر. بالضبط هذه البروبلينج ايش اسمها؟ الفانيشينج، فانيشينج جريديانت. فانيشينج فانيش يعني المختفي، الجريديانتس انه هي الجريديانتس بتتلاشى في النهايه، ما بتتلاشى يعني بتتصفر. شو سبب هذا الموضوع؟ الريكرنسي. تمام، ليش الريكرنسي؟ لانه انت عندك ريبيتد مالتيبليكيشن بسبب الريكرنسي بهذا الشكل. تمام، to address this issue more complex network architecture has been designed to explicitly manage the task of maintaining relevant context over time. تمام، more specifically the network needs to learn to forget information that is no longer needed and remember information that is required for the decision till still to come. يعني الديزاين الجديد تبع النتورك مصمم بطريقه انه يعمل فورجيت وريمبر. فورجيت لبعض المعلومات اللي هو مش محتاجها بعد هيك، وانه يضل يتذكر للمعلومات اللي لسه محتاجها وحيجي الوقت اللي يحتاجها في الديسيجن. تمام دكتور، هو قصده هنا في الريكرنت نيورال نتورك نفسها، ولا انه ممكن نضيف عليها طبقات ثانيه بحيث انه تسوي هذه الشغله؟ لا لا، في الريكرنت نيورال نتورك نفسها. تمام. هجيت انا عندي اول اركتكتشر، اول نوع انا عندي لونج شورت تيرم ميموري او ال اس تي ام. لونج شورت تيرم ميموري اول ما ظهرت في 97. تمام، divide context management problem into two sub problems. كيف بتحل هذه المشكلة اللي احنا حكيناها؟ بتروح قسمتها اللي هي ايش اسمها المشكلة هذه، the problem هذه، the context management problem. ايش هي the context management problem؟ انه يعمل forget لمعلومات خلاص بطلنا محتاجينها ويضلوا متذكر شغلات لسه حيجي القرار لها. نيجي الآن نطبق هذا الكلام لهنا. الوير هنا محتاج معلومات انه لازم انه هو يتذكرها. تمام، بينما انه السياق تبع سينجولار هنا اللي هو انه السياق المفرد هذا اوكي بعد ما عديته خلاص انا مش محتاجه، فبالتالي ممكن اعمل له فورجيت تماما. تمام، يبقى هذه المشكله اللي هي الكونتكست مانجمنت بروبلم تم تقسيمها لتو سب بروبلم: removing information that is no longer needed from the context. تمام، وهنا adding information likely to be needed for later decision making. تمام، بهذه الطريقة انه ال LSTM بتحل المشكلة. يبقى ال key to solve both الكي تو سولفينج بوث بروبلمز از تو ليرن هاو تو مانج ذس كونتكست رادر ذان هارد كودينج. يبقى ال LSTM اكومبليش ديثس الـ LSTM بتعمل هذا الكلام بإضافة أول حاجة first adding explicit context layer على الـ architecture. تمام، بالإضافة للـ recurrent hidden layer. تمام، and through the use of special unit to make gates to control the flow of information into the output unit that compromised the network layer. كمان مرة، كيف عملنا هذا الكلام؟ احنا بنروح بنضيف layer جديد. ايش اسمه layer هذا؟ الـ context layer. يبقى الـ LSTM بتحل هذه المشكلة بطريقتين. ايش هي الطريقة الأولى؟ عفوا، بخطوتين. الخطوة الأولى بنضيف context layer،
والطريقة والخطوة الثانية إنه إحنا بنضيف أو بنستخدم حاجة اسمها جيت. إيش وظيفة الجيت؟ هي اللي بتعمل كنترول للفلو أوف انفورميشن، وهي اللي بتحدد إيش الشغلات اللي بدنا نعملها فورجيت وإيش الشغلات اللي بدنا نعملها ريممبر. تمام؟ وتحط إيش فكرة إيش الإشي هذا. تمام تمام اوكي، يبقى هنا خليني احط لك انه هذه عليها رقم واحد وهذه رقم اثنين الجيتس. Okay, these gates are implemented through the use of additional weights that operate sequentially on the input and hidden units layer and the previous context layer. يبقى الجيتس هذه هي عبارة عن مجرد weights إضافية. يبقى جوا الاتش هنا، تمام، هذه بده يكون في عندي هنا weights إضافية. يعني احنا من هذه احنا صرنا نرسمها هيك كبلوك، لكن ايش في تفاصيل جوا هالجيت احنا هنتعرف. طيب ايش فينا عندي؟ فينا عندي الفورجيت جيت جوا الاتش هذه، تمام، والاد جيت، وينا عندي الاوتبوت جيت. يبقى الفورجيت جيت، the purpose of this gate is to delete information from the context that is no longer needed. كيف بتشتغل؟ بتعمل compute لل weighted sum of the previous hidden state and the current input state and passes information through a sigmoid. طبعا هذا الماسك ساعتها بنروح نضربه بالكونتكست فيكتور تو ريموف انفورميشن. يبقى عمليه ازاله المعلومات انه هي فعليا بتروح تحسب الويت تبع البريفيوس ستيت والكرنت انبوت، وبتروح تمرر له اياه لسيجمويد، وبعدين بنروح نعمل له ماسكينج، او الماسك هذا بنضربه بالكونتكست فيكتور عشان الناتج انه بيكون المعلومات اللي مراد حذفها انه هي فعلا بتطير. تمام، يبقى هذه هي الفورجيت ريت. طيب نيجي الان للاد جيت. الاد جيت ايش الوظيفه تبعتها؟ انه تو سيلكت ذا انفورميشن تو اد تو ذا كرنت كونتكست. انا في عندي مجموعه من الكلمات سميها هي الانفورميشن، تمام، فالاد جيت هي بتحدد ايش هي الانفورميشن اللي بدنا نضيفها على الكرنت كونتكست. تمام اوكي، نيكست وي اد ذس تو موديفايد كونتكست فيكتور. لاحظ انه الكونتكست فيكتور كل ناتج الجيت بنروح بنضيفه علي. تمام، عفوا هنا إضافة، أما هنا إيش؟ multiplication. واضح الفرق؟ يبقى هنا في الناتج تبع الفورجيت جيت بنروح نضربه في الكونتكست فيكتور، لكن الاد جيت بنروح نضيفه للكونتكست فيكتور. خليني أعلم لك على الكونتكست فيكتور برضو كمان هنا. تمام، وهذا بيؤدي ل انه احنا نعمل ريموف للانفورميشن اللي افترضت انه احنا بدنا نزيلها. اوكي طيب، الاوتبوت جيت ايش هذه الاشاره؟ كيف هذه الاشاره؟ هذه الدائره اول اللي مره انا معلمها كيف؟ اول مره اشوفها. صحيح، هذه عباره عن هذه
أنا ما أعتقد إن هي عبارة عن أو ضرب اتجاهات أو إشي. نعم، هي الضرب، ما هو في ضرب نوعين أظن، في الدوت برودكت وفي المالتيبليكيشن، يبدو أنها بترمز للمالتيبليكيشن مش للدوت برودكت. هو خلص بندور عليها، بس كيف ممكن نبحث عنها؟ سيركل ويب دوت فيكتور هي الفيكتور باراجراف، هي مكتوب ريبريزنتينج او فيكتور باراجراف. اتجاه الفيكتور، اتجاه الفيكتور. لا الجملة، مش احنا، مش احنا شبكتنا هي عبارة، بتكون عبارة عن نص. Yeah, this notation is used to indicate that a vector is going into هذا الرسم على اليسار or coming out of اللي هي الرسم على اليمين يعني of the screen or the page. ناتج الفيكتور، بالضبط. يعني السيجمو هو في ناتج الفيكتور اللي طالع من الشبكة، مش ناتج الفيكتور هو indicate that الفيكتور a اللي vector طالع. is going into أو coming out. الكومينج اوت احنا اللي بنحكي، بالضبط. المخرج هو يعني المعلومة اللي طلعت من الهيدن لاير اللي قبل، او من ال بالضبط. هي بتقدر تعتبرها انه هي زي كومباينيشن نوعا ما يعني. The vector pointing out of the front of the diagram towards the viewer. Okay. طلع من الداير اللي قبلها. Okay. طيب ال output gate، the final gate we will use is the output gate which is used to decide the information that is required for the current hidden layer. بمعنى آخر هي ال gate اللي بتطلع لي المخرج النهائي تبع ال hidden state. تمام. طبعا الفيجر 9 13 9 13 هذه هي الـ LSTM. اوكي، هدول وانا عندي الجيتس تبعتي زي ما انت شايف بهذا الشكل. هنا عندي الـ XT وهنا الـ HT minus 1 وهنا انا عندي الجيت الـ G والـ I والـ والاو. الجي والاي والاو في عندي يفترض اف، هيها اف. تمام. يبقى هنا الفورجيت ريت اف، الاد جيت، الاوتبوت جيت
الاوتبوت جيت او تمام وجيت الاد جيت انا ما اعتقد انه هي الاي تمام. طيب الآن بدي أنا يعني هذه الرسمة أنت ممكن تطلع على رسمة أوضح منها هيها هنا في شيتس هي للتشيت شيت للريكرنت نيورال نتورك هنا في عندي هنا زي ما انت شايف هي الجيت تبع ال STM تمام هي الانبوت وهذه الجيتس اللي جوا بتكون بهذا الشكل تمام هاي مشكلة ال vanishing gradient اللي حكى عنها انه كيف بدنا نعالجها من خلال ال STM طيب نيجي الآن للنوع الثاني من النتورك اللي هو الـ GRU أو الـ Gated Unit Layers and Network الـ Neuron Units اللي بتستخدم الـ LSTM والـ GRU عادة إن هي بتكون more complex من الـ Units أو الـ Hidden Units اللي بتكون مستخدمة في الـ Feed Forward Neural Network لحسن الحظ انه هذه الكومبلكسيتي عادة بتكون يعني encapsulated within the processing unit تمام فبالتالي انا خلاص بصير بطلع عليهم كبلوك يبقى انه انا زي كأنه انا برسم حاجة انه انا عندي زي هيك بحكي LSTM او انه بلوك زي هيك انه GRU هاي الفكرة الموضوع هو على هنا فعلا وهي هنا فعلا بهذا الشكل تمام طبعا هذا الكلام للتبسيط طيب الفرق بين ال LSTM وال GRU انه فعليا انه عدد الجيتس في الجي ار يو هي اقل هنا يعني مقارنه بعدد الجيتس اللي موجوده هنا وعدد الجيتس اللي موجوده هنا في الجي ار يو عدد الجيتس اقل وهذا الكلام انت فعلا حتلمسه في التريننج لما تجرب شبكه على STM وشبكه جي ار يو في التريننج هتلاقي انه الجي ار يو اسرع في التريننج بسبب انه الكومبلكسيتي تبعتها اقل اوكي نيجي الان لموضوع الليفل
وده ما فيه شيء جديد. اوكي، نيجي لموضوع الليفلز. موضوع الليفلز انه انت بدك تقرر ايش المستوى اللي بدك تعالج فيه النص تبعك، هل بدك تشتغل words ولا sub words ولا character level، هاي المقصود في الموضوع. تمام، to this point we have assuming the input of our network would be word word embeddings. تمام، ولكن في يعني عندي different combinations يعني أو يعني different representations أو different levels إنه في التعامل مع النصوص. زي ما شفنا إنه word embedding كتير رائعة، إنه تعمل capture لل semantic وال syntactic similarity، ولكن إيش مشكلتها إنه في عدة نقاط هينا حنسردها. أول مشكلة هي إنه for some languages and applications the lexicon is simply too large. ليش؟ لأنه أنت بدك تتعامل مع ال word level، أنت عندك الكوربس فيها على سبيل المثال إنه الفوكابلري 100,000 كلمة، فبدك تضطر إنه أنت تتعامل مع 100,000. تمام؟ إذا بتتذكروا في المرة الماضية إحنا إيش عملنا؟ عملنا إنه لما شفنا في التنسر فلو كيف نتعامل مع التكست كلاسيفيكيشن في الداتا سيت تبعت الموفي ريفيوز، شفنا إنه إذا فاكرين إحنا حكينا إنه هو بحط إنه يعني بحط limited vocabulary، يعني هو بده ياخد مثلا أكثر 10,000 كلمة متكررة والباقي بده يعملوا unknown، لأنه الفريكونسي تبعته قليلة. ليش؟ لأنه أحد مشاكل إنه أنت تشتغل على الword level إنه أنت عندك الدايمنشناليتي أو الليكسيكون أنت عندك راح يكون large بشكل كبير، يعني بده يكون بعشرات الآلاف، يعني 100,000، 50,000، 70,000. تمام؟ أوكي، المشكلة الثانية بغض النظر إنه قديش إنه الليكسيكون إنه كبير، دائما راح نلاقي مستحيل، لأنه طبعا الليكسيكون هذا ليميتد، راح نلاقي كلمات غير معروفة بتدخل في اللانجوج، أو ممكن إنه هو يصير مس سبيلينج لكلمات معينة أو بعض الاستعارات من اللغات الأخرى. هذه مشكلة تانية. المشكلة الثالثة اللي هي المورفولوجيكال انفورميشن في الوورد ليفل، مصدر كتير مهم يعني مصدر كتير مهم للمعلومات للعديد من اللغات والتطبيقات هو المورفولوجيكال انفورميشن. في الوورد بيست ميثود تعتبر عمياء بالنسبة ل الشغلات المتعلقة بالregularities أو الشغلات المتعلقة بالمورفولوجي. المقصود بالمورفولوجي هنا إنه أنت على سبيل المثال إنه لنفترض إنه أنت صادفت كلمة بتصريف معين في الكوربس تبعتك، تمام، لكن هذه الكلمة إجت بتصريف مختلف عندك في لما انت تيجي تستخدمها في الابليكيشن. يعني على سبيل المثال نفترض انه انت اغلب الكلمات اللي انت صادفتها المسافرون، واو ونون، تمام، مرفوعة. تمام، افترض انه انت اجتك صيغة تانية او مورفولوجيكال فورم مختلف عن هذه زي المسافرين، ساعتها انه بيسبب عندك مشكلة. طيب ايش البدائل انا عندي للوورد ليفل؟ اول شغلة انه نعمل ignore للوورد
together and simply use character sequence. معنى ذلك أنه نستخدم character level. هذا أول أسلوب. الأسلوب الثاني أنه إحنا نستخدم السبورد، وهذا يعني صار ترند حديثا مستخدم بشكل كبير، أنه إحنا نستخدم موضوع السبورد. فبالتالي يعني بدل ما أنا يعني بأخذ يعني أجزاء من الكلمات، وهنا بحتاج لطريقة إنه لتقطيع الكلمات أو لتقطيع النصوص لسبوردز، بدل ما إنه أقطع على أساس السبيس، لا بقطع على أساس السبورد. فبالتالي بتزيد أنا عندي الماتشنج وبتحسن الأداء بشكل كبير. طيب إيش البديل؟ زي كيف دكتور بصير هذا مثلا تقسيم على السبورد؟ إيش في مثال ممكن أساس نفهم ال... يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال ممكن يعني limitation مثلا، يكون نطلع الليما وإيش ال... وإذا في الله فيه لا لا لا, لا, لا مش, مش 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 زي هيك. يعني على سبيل المثال ممكن يكونوا أرسلناهم مثلا الواو لحال أرسل أو ال... vectorization. أوكي civil organization organization. بتلاحظ انه احنا لو عملنا تقطيع بهذا الشكل شن شن شن، كل الشغلات اللي بتنتهي ب اي ان جي برضو انه انا بشيلها، تمام؟ فبالتالي بتصير انه انت عندك الماتشنج في الوورد، يعني بطريقة انه اوكي، يعني خلينا ناخد الاي برضو في الموضوع. اوكي زي هيك. اوكي و هذه كلمة واحدة، خليني اعمل لك اياها انه هي. انا قصدي دكتور ايش المعيار، ايش المعيار للتقسيم؟ في خوارزميات بتشتغل على انه يعني statistically انه هي بتيجي بتطلع في النص انه ايش التركيب اللي موجودة عندك، تمام؟ بلاقي انه والله هذا المقطع بتكرر بشكل كتير كبير في نهاية الكلمة، او هذا المقطع بتكرر بشكل كبير كتير كبير في نهاية الكلمات، فبالتالي بروح بقرر انه هو يقص من عنده زي هيك. يعني هاي يعني هاي مش معتمد على ضمائر او اشي او statistical، هو بيشتغل بنظام statistical، تمام؟ يعني بشوف قديش مضى، يعني لا 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 مش بيشتغلش بشكل rules او بشكل نحوي، يعني لا هو بيشتغل بشكل statistical، لانه يعني بصير صعب جدا انه انت تعمل نظام قواعد لهاي الشغلات كلها. اوكي الان لما نيجي نعمل هذه وورد، تمام؟ هذه وورد وهذا عبارة عن سب وورد، هيك بزيد انت عندك الماتشنج. لما تيجي انت على سبيل المثال تيجي تقول فيكتورايزر، انه برضو بتروح انت بتلاقي كلمات كتيرة انه بتنتهي ب ER، farmer، organizer، player، كل الافعال، كل يعني بصيغه الفاعل انه هي بتنتهي ب ER. فبالتالي انه هاي الورد وهي السب وورد، هذا بيؤدي انه هذه مورفولوجي او انفليكشن، تصريف مختلف عن هذه، لكن بعد ما قسمناهم لسب وورد صار انه صار اقدر انه اعمل ماتش بيناتهم. خليني انقل هذا الكلام على النوت بعد بلس بلس عشان لما اعمل هايلايت يبين معك ايش بقصده. اجيت هذه لما انا علمتها، تمام؟
مورفولوجي مختلف عن هذه، يعني شايف لما نعلمها تضويش معها، لكن لما حولناها لسب ووردز شايف لما انه احنا قطعنا، انه اجينا قطعنا من الايشن والاي ار، لما اعلم على شايف عمل ماتش بيناتهم هما اثنين. فبالتالي كل المقاطع هذه انا جبت لك مقاطع بتيجي في الاخير، ممكن تيجي انت عندك مقاطع بتيجي في الاول زي مثلا دايركت وان دايركت وكتير شغلات زي هيك sufficient و insufficient. هتلاقي كتير من الكلمات indirect, insufficient, in addition. لا in addition هدول كلمتين لحال كل واحدة شو اسمه، لكن direct و indirect هدول كلمة واحدة. insufficient في عندك يعني، بس بتصور انه وصلت الفكره كيف انه هو بيشتغل. وزي ما قلت لك انه طريقه السبورت بيشتغل بنظام statistical. في انت عندك بعض المكتبات اللي موجوده عندي زي الاناليتيكي وزي سبيسي، ممكن انه هي تشتغل على الـ على السبورت توكنايزيشن، تشتغل يعني ممكن تعمل لك support tokenization بالمثال انا ضربت لك اياه زي هيك يعني. فهذا برضو شغله جديده. الكاركتر ليفل بتصور انه واضح بالنسبه لكم صح، يعني انه انت بتصير بتشتغل انه هنا كاركتر سيكونس، فبالتالي الفوكابولري تبعك قديش بيكون عدد الكاركتر بالضبط. فبالتالي بدل انت ما بتحكي انه في انت عندك الفوكابولري السبيس تبعه 10,000 20,000 100,000، لا، فبتصير إنه الكاركتر عددها 65، عددها 40، عددها على حسب يعني. طبعاً هذا الكلام بيعتمد إنه أنت قديش بتعمل normalization. وليش أنا بحكي الأعداد هذه 60 أو 70؟ لأنه الكاركتر مع special characters ومع ال punctuations وكل الأمور هذه بتجمع، لأنه أنت عندك يعني الحروف في اللغة طبعاً هذا الكلام بيعتمد حسب اللغة 28 حرف، بدك تزود عليهم البنكشويشن وبدك تزود عليهم السبيشال كاركتر وزي هيك تمام. فطريقة السبورد كتير كتير فيزابل، وأنه هي فعلياً صارت مستخدمة في أبحاث كتيرة حالياً، أنه احنا نستخدم السبورد عشان نحل المشاكل، انه انت تستخدم الورد ليفل لانه في الورد ليفل المشاكل تبعته زي هيك. مفترض دكتور تكون السب وورد مور كومبلكس عن الورد يعني، ليه؟ خاصه في التريننج. ليش؟ ليش؟ لانه تقريبا لو افترضنا انه كان الفيكتور اللي حيتم بنائه في الورد مثلا، خلينا نقول مثلا 1000، هنا ممكن يكون 1500 او 1200، فحتكون السب وورد 1500 2000. طيب عد معايا عد معايا عد معايا، هجيت احنا وورد ليفل تمام، ايش الفوكابلري تبعك؟ 1 2 4 3 4 4. طيب في السب وورد عد الفوكابلري تبعي. طب هي 1 عندنا 1 2 2 3 3 بس. ليش؟ لأنه هاي شايف الهايلايت اللي هنا، هذه كلها والايشن والاي ار. انا قصدي الايشن والاي ار استثناء هيصيروا ماشي. لا ما استثناهم، مش هيخشوا كوار. لا 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 بستثناهم، مش بيدخلوا. صحيح بيدخلوا فبصير اكثر. بس قارن هذا الكلام كله، يعني انت الان انا ما كملت لك يعني. خليني طب بالله والله يعني انا لازم اوكي لازم انه انا اكمل الاكزامبل. اوكي يبقى هنا عشان انت تزبط معاك الحسبه، تتخيل معايا هذه سيفيلايزيشن سيفيل الاي هنا يفترض. اوكي نفس الفكره سيفيلايزر، وهنا organizer organize. أنا كتبها organize هنا غلط على فكرة.
اوكي اورجانيزر تمام. هيك هيك عد معايا الآن، 1 2 3 4 5 6 تمام. هذا word، يبقى ال V تبع ال word قديش بيساوي؟ 7 6. طيب نيجي نشوف ال V تبع ال sub word. أن المقطع الثاني 2 1 4 2 3 3 و2 5 4 5. يبقى أقل ولا مش أقل؟ هذا الكلام بس إنه على يعني limited vocabulary زي هيك، لكن تخيل الموضوع أنت عندك 10,000 أنت صار لهم reduction باستخدام أو بفضل السبورد، يعني حتلاقي إنه لا في فرق كتير كبير. يعني في الحالات العملية ممكن يكون السبورد من ناحية كفيكتور أقل بكتير من الورد. الدايمنشناليتي. دايمنشناليتي صحيح. أقل. وبالتالي وهو فعلياً الترند، لأنه في كتير من الكتب في Natural Language Processing، Advanced Natural Language Processing، تحكي عن الموضوع إنه يعني هو طريقة كتير ممتازة. إنه إحنا يعني بتيجي بين الشغلتين، بدل ما أنت بتشتغل على كاركتر ليفل. يعني حاجة بين البنين، بدل ما يعني بين الوورد وبين الكاركتر، إنه أنت تشتغل على السبورت، عشان هيك أثبت فعاليته. طب دكتور حسب يعني حسب الترند الحين في الريزلت، كيف يعني كيف نتائجه؟ أفضل من الوورد، أفضل من الكاركتر، ولا كيف؟ يعني بقدرش إنه أنا أقول لك إنه هو دائما إنه هو الأفضل، لكن إنه أنت بدك تطلع على عدة شغلات. انه انت عندك راح تكون النتورك اصغر. ليش النتورك اصغر؟ لانه عدد المدخلات فيها اقل. ما دام النتورك اصغر تقدر تدربها اسرع. فبالتالي بجيش اقول والله انه هنا دربته 20 ايبوك وهنا دربته 20 ايبوك والاداء تبعهم انه لا ما فيش فيه اختلاف كتير كبير. لا، انت احسبها انه 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 انت هنا دربته 20 ايبوك اخذ مثلا منك 10 ساعات، وهنا 20 ايبوك اخذ منك على سبيل المثال ساعتين. ساعتها انه بتقول انه انت عندك نتورك سمولر وليرن فاستر تمام، والاداء كومبارابل. فبالتالي هذا في حد ذاته ادفانتج، خاصه اذا انت بدك تركب السيستم تبعك على شغلة انه هي بدها تكون لايت، يعني انه زي موبايل مثلا. بالضبط، الله ينور عليك. تمام. طيب الطريقة الثالثة انه انت تستخدم full blown morphological analyzer to derive linguistically motivated input sequence. شو معنات هذا الكلام؟ معنات هذا الكلام انه انت بدك تستخدم morphological analyzer بحيث انه هذا الكلام كله تحوله ل، يعني اذا انه تستخدم stemming او limitization، هاي المقصود في الموضوع. يبقى في stemming واللimitization هدول الاثنين برجعوا لنفس الاصل، فبالتالي بيصير في عندك reduction للvocabulary بطريقة ما. ولكن هذا لبالك هذه شغلة كتير إنه يعني أنت ما تأخذهاش إنه طبعا هذا الكلام إنه depends on the task، يعني أنا بدي أسجل لك إلها drawback كبير خاصة ربطتها. بالضبط، it depends on the task. ممكن تكون في الكلاسيفيكيشن يا دكتور ممتاز، يعني في النهاية صحيح. الكلاسيفيكيشن أنا بهمني أفهم السياق، مش بهمني أطلع على الكلمة نفسها. بالضبط، أنت بهمك إنه الكلمات اللي بتدل على الموضوع، فبالتالي أوكي أنا بهمني أقلص الدايمنشناليتي قدر الإمكان. لكن شغلات تانية ما بنفع إنه أنت تستخدم فيها مورفولوجيكال أنالايزر أو ترجع الكلمات لأصلها، زي مثلا الماشين ترانسليشن
زي التكست جنريشن، زي البارت اوف سبيتش تاجينج. هذه كلمه، هذه التاسك، وهذه النوعيه من التاسك ما بصلح، ما بنفع انه تستخدم معها هذا الاسلوب. يبقى رجع على هذا الموضوع، انه ايش الليفلز اللي انت ممكن تستخدمها للنصوص تبعتك. شفنا انه انت ممكن تستخدم الوورد ليفل والسب وورد والليفل والكاركتر ليفل، وحكينا انه الوورد ليفل في له مساوئ كثيره، تمام؟ وايش المساوئ تبعتها؟ باختصار هي الهاي دايمنشناليتي، تمام؟ وفي انت ايش عندك البدائل تستخدم السب وورد والكاركتر ليفل، او الاسلوب الثالث اللي هو تستخدم مورفولوجيكال انالايزر، واتس نوت ريكومندد فور سام تاسكس، تمام؟ هنا حتلاقي اوكي perhaps it's not surprisingly here it's not clear one best approach. هذه الجمله الذهبيه الجولدن سنتنس، انه ما فيش حاجه انه هذه البيست ابروتش، لانه it depends on the language and depends on the task. هاي المحددات تبعتها. طيب هنا حتلاقي الشغلات انه the character sequence for each word in the input is run through by the directional RNN of two. انا بحاول اشوف اذا في شغلات مهمه اعلمكم اياها هنا. اوكي one particular successful approach to combines word embedding with derived from the character and make it up that make up the word. figure 9.15 illustrate. اوكي هيو هذا. يعني هذا انه على فكره انه هنا يمكن عشان تطلع عليه one particular successful option combine the word embedding with embeddings derived from the character level that make up the word زي المذكور في 2009 و15. وهذا ممكن ان هو يكون مفيد في البارت اوف سبيتش تانجينج. اوكي هاي الفكر هنا، لانه هاي هايلايتد هنا. يعني على سبيل المثال انه انت عندك هنا كاركتر ليفل امبيدنج، وهنا كاركتر بروجكشن لاير، تمام؟ وهنا هذا عباره انه الناتج تبع هذا الكلام كله بتروح تعمل له كونكاتينيشن، وهنا بتطلع عندك حاجه هنا كاركتر ليفل وورد امبيدنج، بتروح تعمل كومباينيشن concatenation بين هدول الكلام، هذا الكلام كله عشان يطلع لك word embedding معين. فبالتالي هنا جانيت بيكون في له representation طالع من انه عبارة عن concatenation بين ال output تبع networks هدول كلهم، اللي هو left to right و right to left. الفكرة باختصار انه الكومباينيشن ممكن، انه انت ممكن تجرب على سبيل المثال انه سب وورد تفيد لبعض الشغلات ومورفولوجيكال اناليسيس لبعض الشغلات، او تجرب وورد ليفل لبعض الشغلات مع كاركتر ليفل مع بعض الشغلات اخرى. وارد هذا الكومباينيشن. طيب في السمري، في نهاية هذا الشابتر، أنا تعرفنا على Simple Recurrent Neural Network، تمام؟ وكيف إنه هي تعمل إنه Processing لل Elements تبعتها، وال Output تبع ال Neural Network أو ال Hidden State تبعته إنه هي فيها Recurrency، تمام؟ إنه ال Output تبع ال Neural Unit اللي هو ال Hidden Unit، تمام؟ at a particular point of time. هذا الكلام انه حسب وقت معين، لان التايم هنا بدخل في الموضوع. هي عبارة عن both الcurrent input للhidden state، تمام، وال
كذلك انه الانبوت اللي بيجي من البريفيوس ستيب and the value of hidden layer from the previous step. اوكي ال RNN ممكن نعملها training straight عادي زي الباكب باستخدام الباكب propagation algorithm, او ممكن انه احنا الالجوريثم انه يكون مخصص شويه بنسميه باك بروبجيشن ثرو تايم او بي بي تي تي او بي بي تي تي. اوكي الابلكيشنز للار ان ان ايش بيحتوي؟ لانجويج موديلنج, الاوتو ريجريسيف generation, وفهمنا شو معنات الاوتو ريجريسيف. الاوتو ريجريسيف انه انت ممكن تكرر عمليه الجينريشن ريبيتدلي لغايه لما تصل للطول المطلوب من الجينريتد سنتنس اللي انت بدك اياها. كذلك ممكن نستخدمه للسوي سيكونس ليبلنج زي البارت اوف سبيتش تاجنج مثلا, وممكن نستخدمه في سيكونس كلاسيفيكيشن زي السنتمنت اناليسيس, انه بتكون انا عندي بصنف التكست لكاتيجوريز زي السبام ديتكشن, سبام نوت سبام, زي السنتمنت اناليسيس, بوزيتيف نيجاتيف, او توبيك كلاسيفيكيشن. اوكي السمبل ريكورنت نيورال نتورك بتفشل انه تعمل بروسيس لديفيكالت problems بسبب مشكلة ال vanishing gradient. تمام, وعشان هيك صار كان في عندي انه المور complex gated architecture بيكون جوات ال hidden layers gates زي ال LSTM وال GRU تم تصميمها عشان نتغلب على هذه الإشكالية. هذا كل ما يتعلق بهذا شابتر الارنان. دكتور نعم في سؤال بس عندي بخصوص الارنان. نعم في بعض البيبر لما كنت انا بقرا فيها كنت دائما بلاحظ انه ايش بيسوي, بيحاول يعمل السيكونس تبع الوورد او حتى لو كان ايمج او كان ساوند ايش ما يكون, بحاول يخلي السيكونس شورت لانه بحكي فيه limitation انه لما يكون السيكونس لونج في الـ في الار ان ان او الاس تي ام او الجي ار يو بشكل عام, ايش سبب limitation هذا دكتور تقريبا, او ليش بيفشل في انه لما يكون السيكونس طويل؟ انت قصدك طول الويندو مثلا؟ طول الويندو بالضبط. طول الويندو او طول مثلا بالضبط طول الويندو صحيح. حقيقة الليميتيشن هذا ايش يعني؟ يعني في الغالب انه يعني نادرا ما انه البيبر بيقول لك انه في ليميتيشن من غير ما تذكر ليميتيشن في ايش. لا هو مش بيحكي بشكل مباشر ليميتيشن, هو بيحكي انه يعني بالغالب لما بيعمل بري بروسيس بحاول يخلي مثلا على سبيل المثال لو بحاول ياخذ انه الويندو تكون شورت, وحتى لو كان في مثلا في الداتا سيت اشياء فيها السيكونس طويل بحاول يعملها ديليت من الداتا سيت, بيقتصر بس على الاشياء اللي شورت. هو في الحقيقه لما تكون انت عندك الويندو طويله بيؤدي انه النتورك انه هي تكون كبيره ومعقده بسبب انه انت عندك عدد الانبوت او عدد المدخلات كتير كبير. تمام, وهذا بيتطلب يعني في صعوبه في التريننج. يعني حتى هذه الشغلات انتم يمكن لمستوها في الاساينمنت, انه انت لما تعمل نتورك وبتيجي تعمل تريننج بتلاقي انه التريننج يعني الايبوك الواحده يا دوب وتك يعني بياخذ وقت. ففعليا انا بتصور انه في صعوبه بسبب انه it takes time في التريننج, وحتى لو انت اديتها تايم في التريننج عادة انه الاستيعاب للمعلومات اللونج بيكون بطيء جدا جدا جدا, فبالتالي انت محتاج وقت طويل جدا جدا, ولو اديت الوقت الطويل جدا جدا هذا
ممكن انه تكون النتورك هذه مش اوبتيمال. معنى ذلك انه انت ممكن تقضي اسبوع في تدريب النتورك وتطلع لك النتورك هذه مش اوبتيمال، لانه النيورال نتورك في النهايه هي عباره عن بلاك بوكس. انت في عندك باراميترز كثيره بدك تعملها تونينج، كيف كم انت عندك نيورون تحطه في الهيدن لاير، كم لاير تحط، كم طبقه تحط. طبعا هذا الكلام في جايد لاينز، اي نعم تمام، لكن بدك تعمله اكسبيرمنتالي عشان تعمل اكسبلور ايش الحجم المناسب للشبكه اللي انت تستخدمه في البروبلم تبعتك. واحده من الاساليب هذه يمكن ذكرت لكم اياها المره الماضيه، انه انت بتروح بتعمل ثلاثه نتوركس، واحده صغيره نوعا ما، واحده متوسطه الحجم، واحده كبيره. طبعا تقديريا هذا الكلام، لانه انت ما بنفع انه انت تيجي تقول جربت ثلاث طبقات خليني اجرب الرابعه، طب خليني اجرب الخامسه، لا هذا الكلام مش مجدي بالمره. فانت بتروح بتعمل ثلاثه نتوركس، فبالتالي انت بتقتصر التجربه تبعتك على ثلاثه نتوركس، صغيره وكبيره ومتوسطه، وانت بتشوف كيف الاداء. فبالتالي انت بتروح باتجاه انه حسب بتقارن اداء الثلاثه، تيجي بتقول انه والله يعني أداء الكبيرة أفضل شيء، هذا بيدي لك يعني مؤشر أنه أنت لا تكبر، ممكن تكبر كمان شوية في حجم الشبكة. لكن على سبيل المثال أنه ممكن إذا أنت لقيت أنه أداء الشبكة الصغيرة سيء وأداء الشبكة الكبيرة سيء والشبكة المتوسط أداءها أحسن منهم بشوية، لكن لو إجينا نرتب، يعني أنت متخيل معايا الموضوع كيف؟ لو إجينا نرتب أنه أنا عندي هنا السمول، أددك أداء على سبيل المثال إنه خلينا نحكي إنه 0.4 والميديوم أددك أداء مثلاً 0.8 واللارج أددك أداء إنه 0.6. من هذه القراءة هذه طبعاً accuracy، طبعا من هذه القراءة انت بتيجي بتقول انه والله اوكي الميديوم احسنهم، مين بيجي وراها؟ اللارج. معنى ذلك انه بدي لك مؤشر انه انت ممكن تتحرك شوية هنا باتجاه اللارج بالضبط، انه الميديوم هذه كبرها شوي، شوف بيطلع عن فوق الثمانين ولا لا. فهيك انت بتقصر الامور تبعك على ثلاثة نتوركس. فتخيل النتورك تبعتك، يعني شوف قديش انه احنا فعليا، يعني خليني استخدم هذا المصطلح struggle في النيورال نتورك، انه فعليا احنا بنكافح في النيورال نتورك عشان احنا نبني موديل، والموديل ممكن ياخد معاك اسبوع انه انت تبنيه. تخيل حالك انه انت بدك تبني ثلاثة موديلز، واحد ميديوم والثاني لارج والثالث سمول، وبرضو نتائجهم بتدي لك مؤشر انه والله ممكن تبني واحد رابع يكون انه هو الفاينل، وتروح باتجاه يا اما بالاتجاه هذا يا اما بالاتجاه هذا زي هيك. فبالتالي انت عندك اربع اسابيع ممكن انه تسكر على الاسبوع الخامس وانت لسه قاعد انه انت بتبني في الموديل. فعشان هيك الشطارة في الموضوع والبطولة في الموضوع هنا انت تكون فعلا اكسبرت في المجال، انه انت ايش تسوي، انه انت بنتورك معينة، بنتورك صغيرة قدر الامكان، هذه بريفرابل على فكرة تمام، انه بدك انه تكون النتورك اصغر ما يمكن وتتعلم، لانه لو كانت صغيرة بتتعلم بسرعة تمام، بدك اياها تكون اصغر ما يمكن وتتعلم اسرع ما يمكن، وفي نفس الوقت يكون ادائها كثير ممتاز. هذه هي الشطارة. عشان هيك التكبير السيكونس مش مستحب، يعني ما تدخل في هذا المدخل في البداية، ما تورط حالك وتقول انه انا بدي السيكونس كذا، لا مش هتلاقي حالك يعني غرقت في مستنقع ايش اللي طلعك منه. يمكن أنا طولت في الجواب عليك وتوهتك هيك شوية، بس بتمنى لا بالعكس، هيك لا بالعكس، هيك وضحت الصورة. يعني قصد إنه يعني بدل ما أنت تقرأ الإشي وكنت في النهاية مش مستوعب الفكرة، هيك الأمور بدت
يعني توضح. هو برضو انت خلي بالكم يعني، اذا انتوا في بالكم انه انت بدك تبني موديل، سواء يعني سواء كان داتا ساينس بشكل عام او حتى في الناتشورال لانجويج بروسيسنج، تمام، ما تحاول انه انت تدخل في مدخل او تقع في فخ انه لا انا بدي نتورك كبيره وبدي اياها تستوعب وتتعلم. لا، مش هذا، مش مدخل، هذا فخ خطيره بالمناسبه، انه نتورك كبيره تاخذ وقت كبير، ممكن تقع في الاوفر فيتنج. تقدرش تفسرها بعدين حتى لما نطلع نتائج. بالضبط. يعني لكن بالاسلوب هذا يعني بالعكس، كل ما تصغر يعني تنزل شويه من سقف الاكيورسي تبعك بيكون كثير كويس يعني. طيب، في أسئلة تانية على الـ Recurrent Neural Network؟ في أي أسئلة في الباب هذا يا جماعة؟ دكتور لقيت لنا أستاذ محمد بخصوص البيرت والـ RNN. نعم. في التكست مايننج أنا لقيت إنه الـ RNN هو أسرع صحيح، بس البيرت تقريباً طلع أفضل في الأكيورسي، فجربته انا على كذا لغه وعلى كذا موديل، طلع البيرت افضل وابطا ولكن افضل في الاكيورسي في التكست كلاسيفيكيشن. طيب، شو السؤال؟ السؤال يعني احنا ليش مثلا ما البيرت اخذنا على الار ان ان، يعني هل البيرت انه جاي انه ناخذ عنه ولا كيف الوضع؟ والله احنا بنعمل كلاسيفيكيشن، يعني هل نختار البيرت ام الار ان ان؟ عندك هنا، احنا انت لسه في البدايه، احنا لسه خلصنا الارنان بنقول يا هادي، لسه احنا بدنا ناخذ شغلات اعقد يعني. في الشابتر اللي وراه في المحاضره الجايه ان شاء الله هناخذ موديلز انه انكودر ديكودر، تمام، وممكن انه احنا نركب معها اتنشن لاير، وممكن انه احنا نعمل كونتكستوال امبيدنج. ففعليا عشان انت تكون عارف انت عن ايش بتحكي، انت بتقول لي انا والله جربت الار ان ان وجربت البيرت. لا، الفكره في الموضوع انه البيرت هو عباره عن ار ان ان، هو بنقدر نحكي عنه انه هو بلوك. فبالتالي البيرت هو عباره عن كونتكستوال امبيدنج موديل فعليا. يعني عشان توضح، يعني عشان تكون عارف يعني. وبرضو هذا تراب انه ممكن في كمان اعتقد عبد الله ممكن يقع فيه كثير، انه اوكي انا عندي البيرت حصل افضل من الار ان ان كذا. لا، هذه الشغلات مش كومبارابل. شوف، هذا عباره عن ار ان ان، البيرت هو بيكون امبيدنج لاير في داخل، وهذا بيكون ار ان ان، والاتنشن برضه هو عباره عن ديب نتورك، والكونتكستوال لاير هو عباره عن ديب نتورك. الان احنا حنصل لمرحله انه احنا هنيجي نعرف النتورك تبعنا، انه انا بقول انه انا في عندي بلوك. ايش البلوك هذا؟ اسمه انكودر، تمام. كيف شكله عباره عن ار ان ان. ايش الانبوت انت عندك هنا؟ تكست. اوكي، ايش الاوتبوت؟ عباره عن فيكتور. هاي فيكتور زي هيك. طيب، نيجي لبلوك تاني، ايش بسميه ديكودر. يبقى هذه تسميات انا بسميها، تمام، لبلوكات. فعليا احنا هالقد دخلنا في مرحله البلوكات، ايش تفاصيل البلوك جوا هذا يعني اوريدي درسناه هي في الشباتر السابقه، تمام. ليش سميته ديكودر؟ لانه الانبوت عنده عباره عن فيكتور والاوتبوت عباره عن تكست. كيف شفت كيف احنا بنحل البروبلم انه انا بدل ما يكون انا عندي الانبوت تكست والاوتبوت تكست، لا انا بدي اقسم الموديل انه انا اعمل بلوكات. بلوك الاول ايش بيسوي؟ بيدخل تكست وبيطلع لي فيكتور، والديكودر بياخذ هذا الفيكتور وبروح بيطلع لي تكست.
طيب بيجي حدا ثالث بقول لك اوكي بدنا نضيف بلوك ثالث attention. ليش؟ لانه انا بدي ادي ويتس معينه لفاليو معينه موجوده هنا في الفيكتور هذا، بدي اديها ويت اعلى مثلا، اللي هي انه بدي اجلب الانتباه لإلها، اقول له للديكودر خلي بالك هدول مهمات. شفت كيف انه احنا بنبدا نضيف في التفاصيل من خلال انه احنا يعني هذا كلام كله مبني على الار ان ان، هذا كله هذه ار ان ان وهذا ار ان ان زي هيك تمام، بس كل وحده لها وظيفه مختلفه. هذه وظيفتها انه الانبوت تكست وطلع لي فيكتور، هذه وظيفتها انه تاخذ فيكتور وتطلع لي تكست، وهذه وظيفته انه هنا يعمل لي يديني ويت للفيكتورز هدول، يديني اتنشن ويت. والبيرت موديل برضو وظيفته انه شغله مشابهه زي هيك، يعني انه احنا نعمل شغله زي هيك. فالان احنا بنمشي تدريجي تدريجي تدريجي، يعني انا بدي لك علم على اصوله تمام، مش انه والله انت تكون حافظ مسميات والله، يعني الموضوع مش كره قدم تيجي تقول والله اللاعب الفلاني اشطر من اللاعب الفلاني خلاص خلاص يبقى هذا. لا مش مش اسماء، والاسم هذا هو افضل حاجه. لا انت احنا بناخد وبندرس كل حاجه انه هي ايش تركيبها كيف بتشتغل. لما تفهم هذا الكلام هذا بيدي لك القدره انه انت تصير تركب بنفسك، وهو المطلوب انه انت تصير تعمل يعني بلوكات وتركبها مع بعض. انت اذا فهمت هذا العلم كتير كويس فعليا تصل لمرحله انه صار عندك القدره انه انت تركب بلوكات مع بعض لتحل مشكله معينه. وتحط الفكره تمام يا دكتور، مشكور كلامك. الله يعافيك دكتور، بس معلش سمحنا في السؤال هذا، يمكن انا حستبق شويه، لكن انا يمكن قرات في الموضوع يعني بس من باب الفائده يعني، ويكون يعني الجواب بقل ما يمكن حتى ما نطيل يعني في الموضوع. الان بالنسبه للاتنشن وبالنسبه للسلف اتنشن، خاصه انه انا تقريبا يعني في مجال يعني تقريبا لقيت انه السلف اتنشن فيه يعني بيعطي نتائج ممتازه جدا في كتير شغلات. الان بالنسبه للسلف اتنشن ايش بفرق تقريبا عن الاتنشن؟ يعني ممكن احنا انا بالسؤال يعني بستبق فيه كتير ممكن جاي لقدام، لكن بما اني انا كنت انا بقرا عن الموضوع ف بدنا هيك بس يعني منك دكتور بس جايد لاين في السؤال هذا، يعني الاتنشن عن السلف اتنشن. هو ممكن يكون جواب هذا السؤال بعد ما نشرح الاتنشن بيكون افضل. طيب اوكي، يعني خلينا نأجله على المحاضرة الجاية أحسن، لأنه إحنا لما نادي يعني أنا صحيح يعني شرحت هنا بشكل سريع وبشكل مبسط يعني، بس إنه من باب إنه أنا ما بدي إياكم تقعوا في شغلات إنه يعني هذه الشغلة بسمعها منكم بشكل مكرر، أنا والله جربت كذا وطلع أداني أحسن نتائج، جربت كذا وأداني أحسن نتائج. لا، أنت تكون فاهم هذا إيش دوره في الشبكة عندك بالضبط. هي اللي بدي اياك انه انت تفهم انه دور البيرت انه هو بدي لك معلومات اكثر عن الكونتكست، ودور الاتنشن انه هو بخليك انه انت تدي ويتس او يلفت انتباه الموديل لمدخلات معينه مهمه عشان يطلع اوتبوت معين تمام. ودور الانكودر والديكودر انه زي ما هو واضح انه تكست فيكتور بعدين فيكتور لتكست هاي انكودر ديكودر. لكن الان يعني هذا الكلام هيك بشكل يعني في عجاله سريعه جدا جدا، لكن التفاصيل تبعته لما نيجي يعني نشرحها ونفهم ايش هو الاتنشن بالضبط. طب انا فعليا كيف بدي ادي لهذه ويت اكثر من هاي؟ زي ما اجينا شرحنا في الـ RNN الآن حاليا كيف انه انا والله بدي ادي اخليه انه يعمل ريميمبر للوير انه هذه تعود على الفلايتس، وبدي اخليه انه هو يعمل فورجيت لهذه المعلومات. كيف بدي اسوي هذه الشغلات؟ شفنا كيف بدنا نسوي هذه الشغلات من خلال جيت، فهمنا هذا الكلام.
وهنا نفس الإشي، كيف بدي أدي ويت لهادي وهادي أعلى من البقية؟ هذا برضو بيتطلب طريقة معينة أو عين معين إنه إحنا نستند عليه في عمل هاي الشغلة. فعشان هيك ممكن إنه المحاضرة الجاية إنه راح أجاوبك على هذا السؤال، ويكون الجواب يعني إن شاء الله واضح وشافي إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. طيب، في أسئلة أخرى؟ يعطيك العافية دكتور، تمام. الله يعافيك، الله يعافيكم يا شباب، ونلتقي بكم المحاضرة الجاية، وكذلك الشباب اللي حيحضروا التسجيل برجع بأكد مرة ثانية إنه رجاء إنه تسلموا كل الواجبات على المودل اللي ببعتها على الإيميل. فعليا إنه أنا حتضيع مني لما أجي أصح الواجب، مش حتذكر إنه أنت أصلا أرسلتها على الإيميل، ولا حروح أدور عليها. يعني في صعوبة عندي إنه أنا يعني أرجع أتذكر أو أبحث عنها في الإيميل وأجدها وأصححها. فعشان هيك أنا فتحت التسليم، حيعلم عليك إنه أنت ليت، بس سلم على المودل. ويعطيكم العافية جميعا، ونراكم إن شاء الله المرة القادمة، الأسبوع القادم إن شاء الله. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك.